<applause> شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ مليون شخص نزحوا بلبنان، في منهم 118 ألف نازح تسجلوا بشكل رسمي وتوزعوا على 778 مركز إيواء. لبنان أعلن الحداد الرسمي بكره الاثنين والثلاثاء والأربعاء مع وقف العمل بالإدارات الرسمية يوم تشييع السيد حسن نصر الله. بحسب وكالة رويترز، اليوم قدرت فرق الإغاثة تنتشل جسمان نصر الله من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام من مجزرة الضاحية. حزب الله نعى الشيخ نبيل أو مسؤول الأمن الوقائي بالحزب رجع نعى القيادة علي كركي مسؤول جبهة الجنوب اللي نجا من محاولة اغتيال الأسبوع الماضي وكان متواجد مع نصر الله وقت مجزرة حار حراك بآخر يومين صار مستشهد 14 مسعف والمجازر الإسرائيلية ما وقفت 24 شهيد بغارة وحدة على عين الدلب بصيدا اللي انقصفت لأول مرة من أول الحرب ثلاث شهداء بغارة على جب جنين بالبقاع كمان أول مرة بتنقصف 11 شخص من نفس العيلة السورية بالعين ببعلبك 17 شخص من نفس العيلة بزبود بالبقاع أربع أشخاص بحلبتا ست أشخاص بالهرمل وسبع أشخاص بتمنين وكتير غيرهم بلدة بعدران شيعت اليوم الشهداء الخمسة تبع غارة يوم الجمعة وزير الطاقة الإسرائيلي قال إنه عم يفتش على طريقة ليلغي اتفاقية الغاز اللي توقعت مع لبنان وقت ترسيم الحدود البحرية بال 2022 بفرنسا صار في وقفة تضامنا مع لبنان ضد العدوان الإسرائيلي والجيش اللبناني أصدر أول بيان من بعد اغتيال نصر الله وطلب من المواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي